يعني الحين احنا في السوشيال ميديا والصحافة الإعلامية قاعدين يتناولون خبر ان في نائب او نائبة مصابة وحضرت الجلسة على اساس تكون الصورة واضحة والاسم يكون معني، لانه ممكن هي متسبب الينا احنا خطر هني، ممكن تسبب للي برا بعد وتخالطهم برا. عليش انتي معالي الرئيس استخدام ادواتش وصلاحياتش كرئاسة مجلس النواب البحريني في هذا الشأن، والنائبة هي الدكتورة سوسن كمال، على أساس ما حد من النواب الباقي يتهم بأن خالف اشتراطات الحجر، وهي على أساس أن هي تكون يفترض عليها أن هي أول الملتزمين في هذا الشأن، وما زالت برا واقفة في الباركات مصرة على أن هي تدخل جلسة المجلس اليوم. واضح، الله يسلمك. تم اتخاذ الإجراء اللازم، وهي غادرت المجمع بأكمله وليست فقط في هذا المجلس. أتت ولم تكن تعلم بأنها مصابة، وبعد ذلك قيل لها وذهبت إن شاء الله. معالي الرئيسة، توضيحا لما تفضلتين فيه بأن سعادة النائبة المصابة بالكورونا، هي تدري من البارحة والفريق الطبي كلموها، ومجلس النواب الأمانة العامة مشكورين كلموها وأصرت أنها تجي، وبعد ما دخلت هني بعد طلعت وقفت مدة يمكن أكثر من نص ساعة لتصحيح الوضع وبدون مغالطات معالي الرئيسة. شكرا لك. ما هو مغالطات؟ هي كلمتني الصبح وقالت لي هي عن لسانها، ولعلمك ولعلم كل من مهتم بهذا الأمر، هي خبرتني بأنها لم تكن تعلم، فقلت لها إذن الآن علمتي فتفضلي بكل صحة وسلامة إن شاء الله. معالي الرئيسة، يعني احنا مو على الخوف علينا وعلى الوزراء وعليش، احنا الخوف على الموظفين وعلى الناس اللي بتقابلهم برا. هذه التزامات الحجر بالنسبة لفريق الوطني البحريني ملتزم بهذه الأمور، وعليها أن هي تعي تماما بأن هي كتبت رسالة إليش بخط إيدها وكاتبة أني مصرة أني أدخل الجلسة وأدي مهامي. هذا الكلام واضح وصريح. معالي الرئيسة، استخدام صلاحياتش واجب وطني، لأن هي مو الخوف من عدوتها على النواب زملائها، لا، اللي برا. نعم صحيح صحيح، وهذا وصل لها، ولكن أيضا للإيضاح والعلم لم أستلم أي رسالة مكتوبة فيما عدا اتصال هاتفي طلبت منها أن تطلع وتروح البيت وتدخل الحجر، والله يشفيه ويشفي الجميع، وقد تم تعقيم المكان قبل بدء هذه الجلسة.